السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مع هذا الخبر الذي يتحدث عن سبب وفاة الصحفي عدلان غريفة اليوم وأهم المعلومات عنه. سبب وفاة الصحفي عدلان غريفة، حيث تم الإعلان بشكل رسمي من قبل وسائل الإعلام الجزائرية مساء اليوم الأربعاء 4 أغسطس عن وفاة الصحفي والإعلام الجزائري والمعروف عدلان غريفة، والذي يعتبر من أهم وأشهر الإعلاميين المعروفين بشكل كبير وواسع في كافة أنحاء العالم العربي، حيث يعد من الإعلامي هذا الإعلام من أبرز الشخصيات المعروفة والمحبوب بشكل كبير في الجزائر والوطن العربي. اشتهر الرجل القدير الراحل القدير من خلال ظهوره ومشاركته في عدد هائل جدا من البرامج التلفزيونية الإعلامية التي كان يعمل من خلالها على التحدث على أهم المواضيع التي يهتم بها الشعب الجزائري، وكان يقدم العديد من البرامج المتنوعة أيضا التي زاد من شهرته وشعبيته الواسعة بين جميع الأشخاص في العالم العربي، وأصبح من أكثر المحبوبين من خلال طريقته البسيطة والفريدة التي كان بها يعمل على تقديم برامجه البارزة التي قدمها طوال مسيرته الإعلامية. ولم يتوقف هذا الصحفي الجزائري الكبير عن العطاء الدائم الذي كان يقدمه على الساحة الإعلامية الجزائرية، وظل يقدم البرامج والتحدث بشكل كبير وبكل شفافية وبكل بساطة وعلى طريقة الشعب الذي كان يحبون طريقته المميزة والبسيطة التي تألق بها على شاشة التلفاز. وتوفي الإعلامي الكبير مساء الأربعاء 4 أغسطس عام 2021 بعد معاناة طويلة مع المرض المنتشر والقاتل الذي أفقدنا العديد من الشخصيات المحبوبة، وهو فيروس كورونا المستجد والمنتشر بكافة أنحاء العالم. أصيب الفنان بالفيروس اللعين كورونا منذ فترة ومكث عدة أيام في حالة تدهور صحي غير مسبوق، وتم نقله إلى المستشفى من أجل تلقي العلاج هناك، وبعدها عادت حالته الصحية لطبيعتها، ولكن لم يتعافى تماما من الفيروس، ولكنه عاد إلى المنزل بعد تماسله نوعا من الشفاء، وسرعان ما أن عدلت حالته الصحية للتدهور مجددا بعد عودته للمنزل في يومين فقط ليعود إلى المستشفى، وهو أمر الطبيب ليتم استكمال علاجه مرة أخرى. اليوم غادر دنيانا ورحل عن عالمنا، ويودعه كثير من النشطاء بتغريدات حزينة مؤلمة جدا. إن لله وإنا إليه راجعون.